ومو كل الآباء آباء، هواي انظلمت، هواي اضطهدني، بحيث تعرضت إلى تعذيب كأنه مو بشر آني ولا بته. خلاني أبوي بين رجليه، يعني فوق ما قصتي متأذية، خلاني بين رجليه وشرف لي إذاني بأبرة وخيط. فأني هاي الموقفين أبد ما أنساها، لأن كلش تأذيت بيهن. أي زين. وشايلة بقلبي عليه. طيب هذا الأثر اللي قصتك هذا اللي هو هذا هذا من نفس الوقعة؟ لا، هاي عمري تقريبا 4 سنين ونص. هو ما يبين بالكاميرا بس الحقيقة يبين، بس إلا أسوي هيك تبين هنا نقطة. تقريبا عمري 4 سنين ونص، 5 إلا ربع هيك. كنت يم أبويا زيارة، فأخوتي الأربعة من مرته الأولى، لأن أمي مرته الثانية الله يرحمها، الله يرحمها، فدي يلعبون وياي، تعرف طفلة ودي يلعبون وياها، فخال واحد من أخوتي خالني على كتافه وأنا بيدي مخدة، وأضرب بأخوتي البقية الثلاثة للشقة، لأن الشاقة ونضحك، فهو لازم رجلي هيك من على كتافه أني، فأني ما أدري هو مؤخر إيدي، لأنه خلاص فترة استراحة، يعني خلاص الضحك واللعب والشقة. نعم. أني أخذني الواهس بيدي كوشة أو مخديتش صغيرة، فضربت واحد من عندهم، هو ما يدري خطيه، يعني مو قصدي يأذيني، بس وخر إيديني خلص الشقة. فوقعت رأسا على بسمار مدقوق بالحائط، فدخل بقصتي، فظليت أبكي أبكي، بحيث أبوي أتذكر شد لي قصتي، وهيك صارت قصتي وشد لي إياها قوي. وورا يومين تقريبا خلاني ابويا بين رجليه، يعني فوق ما قصتي متاذيه، خلاني بين رجليه وشرف لي اذاني بابره وخيط. فاني هاي الموقفين ابد ما انساها، لان كلش تاذيت بيهن. اي زين. وشايله بقلبي عليه. شفت لك بس على اكثر من شفت لك اكثر من لقاء تلفزيوني تحدثتي بيهم عن والدك، يعني الطريقه اللي كنت تتحدثين بيها ما اعرف، ممكن تكون منصفه او غير منصفه. الناس ممكن هم أنا عارضوا الموضوع، وأكو ناس قالوا لا، إذا كانت هي متعرضة إلى أشياء لربما عنف أسري أو غيرها، فمن حقها تتحدث بهذه الطريقة. والدك ووالدتك هما منفصلين أكيد، أي من زمان. فأريد أسأل ليش تحدثتي عن والدك بهذه الطريقة؟ أني الغاية أنه حكيت عن والدي، يعني صدفة سألوني سؤال عن والدي، فحكيت اللي بقلبي. واحد يعني شلون ما يحكي اللي بقلبه؟ ومو كل الآباء آباء، ومو كل الأمهات أمهات. أكو أنه الله يرضى على الجميع إن شاء الله، إن شاء الله الكل يحبون بعض. بس أنا يعني من الظلم اللي شفته، فأضطر أنه أحكي مرات اللي بقلبي. هواي انظلمت، هواي اضطهدني، يعني واحدة من الأشياء. أنت عايشة ويا أمك؟ وهي أمي بس تروحين زيارة يمه سنة وثلاثة أشهر، عمري 10 سنين ونص، بحيث تعرضت إلى تعذيب كأنه مو بشر آني ولا بته. والسبب شنو؟ لأنه أشبه أمي، فيريد يضطهدني حتى أمي ترجع له. بس مو يعني لو تلقى السبب مثلا قوي أقول إيه حقه، بس 10 سنين ونص ترى براءة بعدني، يعني جدا بريئة الحمد لله لحد الآن. بس اضطهدني جدا هو وزوجته، وكلش كلش اضطهدني. زين. حاليا انت ام وجد، الحمد لله عندي 3 أحفاد. الصوره مكتمله وواضحه امامك، يعني لله. تعرفين شلون تتصرفين، تعرفين شلون تقدمين نصائح وارشادات حتى للمقبلين على الزواج، حتى لله. للمتزوجين، حتى للشباب والشابات. برايك اذا تعرضت بنيه الى التعنيف من قبل اهلها، وكانوا هم يعني ممكن ظالميها مثل ما انت ظلمتي، شلون تتصرف؟ تروح تطرح قضيتها للقضاء. اذا عندها تعنيف اسري تروح تطرح قضيتها للقضاء، القضاء يحدد منو اللي غلط. يجوز هي غلط، يجوز الاهل غلط، فاني ما اقدر انه اشجع انه روح اشتكي. لا، روح اشتكي بس ورا ما يحققون، دير بالك او دير بالك اذا بنيه او ولد. من تشتكون ترى قضاءنا جدا ذكي، ومراكزنا الضباط جدا اذكياء، لان ما يخلون اعتباطا، فيعرفون انتو صح لو غلط. فمن تشتكون اذا انتو غلط فتتعاقبون، اذا يعني برايك هذا صحيح؟ يعني بالمجتمع العراقي ممكن هذه الحالات صعب انه البنيه او الولد نفسه لا، اذا يتعرف فعلا حقيقه انه يروحون يشتكون بالمحاكم او مراكز الشرطه على اهلهم. يشتكون، يروحون مثلا الهشام الذهبي،
تحياتنا إلى هشام يعني يحتضن الأشخاص اللي معرضين لهيك أشياء أنه تعنيف أسري، يروحون يشتكون وهو يخلي أحد يحقق. إذا فعلا متعرضين للتعنيف أسري راح مثلا يوديهم الدار الرعاية، إذا مثلا البنات يوديها الدار الرعاية يحافظون عليها، أو مثلا إذا من الأولاد يأخذهم يمه. يما الحمد لله هو مكتشف المواهب بالطبع، يعني جدا جدا مرفه الأولاد اللي عنده، نسميهم أنا أولاد هشام وجدا أحبهم.